في هذا العدد نتابع حدث عرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام أنظار البرلمانيين، فما هي التوجهات العامة التي حمل هذا المشروع، وكيف سيعطي الأولوية للسياسات الاجتماعية، وماذا عن الإصلاحات الضريبية التي جاء بها. الحدث الثاني خلال هذه الحلقة هو الجلسة الدستورية التي عرض من خلالها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد رئيس جطو تقريره أمام أنظار البرلمانيين لأعمال المجلس خلال السنتين الماضيتين. فقرة ثلاث أسئلة إلى نرصد من خلالها كيف استقبل البرلمانيون مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والذي عرض أمامهم داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدين الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. الحدث الأبرز خلال هذه الحلقة هو تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام البرلمان في جلسة عمومية مشتركة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. نتابع أهم التوجهات التي حملها مشروع قانون المالية، وكذلك كيف أعطى الأولوية للسياسات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة الشغل، وكذلك تقليص الفوارق الاجتماعية، وما هي الإصلاحات الضريبية التي حملها، وكيف سيحفز الاستثمار خاصة في القطاع الخاص. نتابع مضامين هذا النص القانوني، كيف تفاعل البرلمانيون معه، وكيف كان أول مرور لوزير المالية الجديد السيد بن شعبون أمام البرلمانيين. تفاصيل أكثر من خلال هذا الروبورتاج. اولا كان عندكم النواب واش كان شويه دجاج ولا بدا، ها انتم راضين يعني على التقرير المشروع اللي قدمته السيد الرئيس؟ شفتوا انا هذا مشروع ديال الحكومه، هذا مشروع ديال الحكومه ماشي ديال الدوله. غدا كاين واحد الكونفرنس دو بريس ان شاء الله. يلا محفز على المستوى الاجتماعي، محفز على المستوى الاجتماعي في يعني اعتمادات كبيره. يلا هو التصريح الإعلامي الأول بعدما بدأت حكاية وزير المالية الجديد داخل مؤسسة البلاد التشريعية، فإلى قاعة الجلسات دلف السيد بن شعبون وهو يحمل أوراق اعتماده كعراب لقانون مالية السنة المقبلة. هذا المشروع يبشر بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المواطن، تعليم جيد وصحة مشرفة. تم تخصيص أولا 7 ملايير درهم إضافية في إطار التزام الحكومة برفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله. ثانيا زيادة 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور. ثالثا زيادة 5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي. الأولويات الثلاث معروفة، يعني الصحة والتعليم والتشغيل، ف يعني مجموعة من ديزاكسيون يعني اللي دارت في هذوما الثلاثة، أعتقد بأن لو إلى مشات يعني في الاتجاه الصحيح وكان هناك نوايا حسنة وقوة وقدرة على تنفيذ هذه التوصيات اللي جات في القانون المالي، فأعتقد أن ال 3.2 الذي وعد به الوزير يمكن أن نوصله. الوزير الجديد حذر من تزايد حاجية تمويل الخزينة برسم 2019 بما يفوق 27 مليار درهم. هنا أصبح البحث عن موارد مالية إضافية ضرورة ملحة، والتدابير الأساسية تمر عبر تحسين تحصيل الضريبة على الشركات وخصصة بعض المؤسسات العمومية وإجراءات أخرى. الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة تلك المتعلقة بالتبغ، والتي ستمكن من تعبئة موارد إضافية تقدر بمليار ومئتين مليون درهم. اللي كيجي قانون المالية عاود يضيف المقاولات ويعطي تحفيزات وكذا مزيان باش يكون تشغيل، لكن مع كامل الأسف هذه السياسة اللي اتبعها المغرب منذ سنوات ولكن ما عطاتش
يعطيونا التقييم ديال هذيك التحفيزات كلها اللي دازت، واش عطات اثر في التشغيل ولا لا. لكننا نرى انه هناك تكرار نفس الطريقه ديال اعداد قانون الماليه، ما كاينش هناك ابداع ولا تجديد في هذه القوانين الماليه. الحكومة ستراهن من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على نسبة نمو تصل إلى 3.2% مع التحكم في نسبة التضخم في حدود أقل من 2%، مشروع طموح في رأي الأغلبية ومفتقر للحكامة لدى المعارضة. هذا القانون يتكون من 41 ألف منصب شغل جديد، يعني 40 منصب شغل جديد، فهي يعني سابقة في القوانين المالية لبلادنا. فكذلك الدعم الكبير لقطاع التعليم خاصة الموارد البشرية، وكذلك البرامج الاجتماعية مثل تيسير. هناك إشكالية حقيقية تتعلق بالحكامة في تدبير الميزانيات وخاصة في القطاعات الاجتماعية، مع كامل الأسف أن القطاعات الاجتماعية بصفة عامة ما كتنفذش الميزانية ديالها 100%، يلا 50-60-70%، وهذا مشكل حقيقي لأن الحاجيات متزايدة والإكراهات كبيرة والاعتمادات متوفرة، ولكن مع كامل الأسف ما كتنفذش 100%، وهذه مسؤولية سياسية خطيرة جدا، لأنه معناه أنه إذا ما نفذتيش الميزانية معناه أنه سوء تسيير. ويبقى تنزيل كل التصورات التي جاء بها هذا المشروع أمرا يقلق البرلمانيين. وحل إشكالية التشغيل، نعتبر بأنه حجم الخصائص الاجتماعي في بلادنا كبير، وأنه ما تضمنه العرض من مقترحات غير كافي للتجاوب مع انتظارات العادلة والمشروعة ديال الفئات واسعة من الشعب المغربي، وخصوصا الشباب المغربي. الشباب المغربي يريد إجراءات ملموسة، لا يريد وعودا ولا يريد سنقوم وسننجز. النواب وبعد نهاية تقديم مشروع قانون المالية انتقلوا بعدها إلى أول اجتماع داخل لجنة المالية بمجلس النواب بحضور وزير المالية. هنا ستعقد جلسات ماراثونية على مدى الأسابيع المقبلة لمناقشة كل بنود هذا المشروع. بعد مرور يوم واحد على عرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام أنظار البرلمانيين، كان البرلمان على موعد مع جلسة دستورية ثانية. هذه الجلسة تمثلت في حضور الرئيس الأول السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى البرلمان من أجل عرض تقرير عن أعمال هذا المجلس بخصوص السنتين الماضيتين، فما هي أهم مضامين هذا التقرير، وما هي الاختلالات التي رصدها، وكيف تدبر المؤسسات العمومية الشأن العام. تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير الذي يرصد تفاعل البرلمانيين مع تدخل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. حجم المديونية واصل تصاعده ليصل إلى 692 مليار درهم، هكذا استعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جزءا من تقريره أمام البرلمان. المجلس دعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة عبر توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات. واصل دين الخزينة وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1% من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم. كشف على مجموعة اختلالات في تدبير المالية العمومية للبلاد، كذلك ارتفاع نسبة المديونية بواحد الشكل مهول اللي ولا كيخلع، وبعض الاختلالات الكبيرة في قطاعات حيوية واجتماعية بما فيها التعليم، الصحة، فشل بعض البرامج. التقرير عرج أيضا على الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية ببلادنا وكذلك التعليم، في وقت دعا فيه المجلس الحكومة إلى توحيد الجهود لإنجاح البرامج الاجتماعية المقدمة. حان الوقت للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة.
الناس كتسائل ما مصير هذه التقارير واش الرفوف؟ لا ابدا، اي واحد اي مؤسسه ملي كتبان في التقرير بالتاكيد انها كدير مجهودات باش تصلح ما الملاحظات اللي جا بها المجلس على الحسابات، فضلا على الجوانب الاخرى اللي متعلقه بالتاديب المالي او متعلقه بالاحاله على النيابه العامه ديال وزاره العدل. عفوا على النيابه العامه لان اصبحت مستقله، فاذا عنده واحد الدور مهم جدا خاصه في الحكامه ومحاربه الفساد. الرئيس الاول للمجلس اشار في عرضه الى غياب تعميم التعليم الاولي وعدم تغطيه كافه الجامعات القرويه بالتعليم الاعدادي وتفاقم نسبه الاكتضاض وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشريه ومجموعه فعاليه الدعم الاجتماعي. شرع أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، هذا النص الذي قدمه أمامهم وزير التربية الوطنية. نتابع أهم مضامين مشروع القانون الإطار والذي قيل أنه سيعالج اختلالات منظومة التربية والتعليم ببلادنا. نتابع أيضا الملاحظات التي قدمها البرلمانيون بشأنه، وماذا عن مبدأ مجانية التعليم وكيف تناوله هذا النص القانوني، وما هي الأفكار التي يقدمها البرلمانيون من أجل معالجة اختلال منظومة التربية والتكوين ببلادنا. أجوبة عن هذه الأسئلة كالعادة ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى شنو اهم المعطيات اللي جا بها هذا القانون وشنو اهم الملاحظات ديالكم عليه لانه الجميع انتظروا؟ نعم صحيح، بكل تاكيد هذا اهم نص قانوني الان ورد على البرلمان في الدوره التشريعيه الحاليه التي فتحت قبل يومين. اكيد انه منطلق اساسي للتنميه في بلادنا. التعليم لا يمكن الا ان يكون ركيزه اساسيه لبلوغ الطموح الشعبي الكبير والعارم في اصلاح قضايا مختلفه يعيشها بلادنا، وبالتالي اليوم هذا قانون الإطار جاء ليواكب عدد من الإصلاحات التي مر بها المغرب على مر سنوات متعددة ليبت في عدد من الإشكاليات التي عمقت الأزمة في منظومتنا التعليمية للأسف الشديد. السيد الوزير يقدم الآن هذا العرض من خلال النص الذي جاء بعدد كبير من المكتسبات الجديدة والذي يستدعي من الدولة توفير الإمكانيات المادية اللازمة. بدون توفير ملايير الدراهم لا يمكن أن نصل إلى المبتغى المنشود. وبالتالي هذا القانون في منظوري الشخصي وفي حزب التقدم الاشتراكية لابد من جعله مكسبا حقيقيا لجعل منظومة التربية والتكوين وجعل حق في التعليم مكسبا لجميع الفئات الاجتماعية ببلادنا. من بين العناصر هو جعل اولا تعميم التعليم الاولي الذي يعتبر ركيزه لمحاربه هذا المدرسي، ثانيا جعل المساواه في التعليم ما بين المناطق الحضريه والمناطق القرويه والجبليه، ثانيا الارتقاء بمستوى المناهج الدراسيه وتوحيدها، ثم ايضا الرقي بالمدرس والمناهج التعليميه، توحيد المنظومه الدراسيه، جعل القطاع الخاص مكمل ومحفز وطني ومتضامن لان يكون فضاء للتجاره وتبضيع التعليم. شنو اهم المعطيات اللي جا بها هذا القانون وشنو اهم الملاحظات ديالكم عليه لانه الجميع انتظروا؟ اولا انا زعما انا برلماني دابا سنتين وانا برلماني، تقريبا 90% الوقت ديالي كندوزو في النقاش حول التعليم واصلاح ضروره اصلاح التعليم. هذه عندي انا قناعه بان المغرب ما يمكننا نصلحوا المغرب الا لكانت اراده سياسيه قويه لاصلاح التعليم. هذا القانون فيه ايجابيات كيتبين حتى من عرض السيد الوزير بان كاين جزء نقولوا جزء من الحكومه ولا من المسؤولين اللي عندهم الرغبه في الاصلاح داكور نقولوا. وقانون الاطار اللي كان عليه تم عليه واحد التوافق في المجلس الاعلى للتربيه والمجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي فيه ايجابيات نقولوا 99% ايجابي، ولكن كاين واحد الماده اللي كتهرس كلشي وهذه عافاكم هذه مهمة جدا. وكنظن أنا اليوم في هذا الجو اللي ما فيهش الثقة في وسط نقولوا بين الشعب المغربي والمؤسسات ضروري نتخلاو على الأشياء اللي يمكن تخلق مشكل، ومنها هذه المادة باش تكون هو زعما المادة 48 اللي كتقول بأنها يكون فرض رسوم لتسجيل للعائلات الميسورة مستقبلا. هذا المنطق ديال العائلات الميسورة باش كل ما فيه هذا فيه واحد اللبس فيه مشكل.
علاش؟ حيت مازال ما قرروش شكون هما العائلات الميسوره. انا كنقول تحيد هذه الماده، انا مستعد نصوت على القانون، تحيد هذه الماده 48 اللي باعتراف من الوزير بان ما دخلتها الميزانيه، ما دخلت حتى شي حاجه للدوله، وعلاش دايرينها؟ حيدوها من هنا وخليوا هذا القانون الاطار اللي يكون عليه توافق، نتمنى يكون عليه توافق بجميع الفرقاء السياسيين باش نزيدوا القدام ونحاولوا نصلحوا بلادنا، هذا هو الهدف انا بالنسبه ليا. ولكن هذا الشيء ماشي كافي، واخا يكون القانون مزيان خاص بين القانون والشعارات، وهذا قانون هيأثر نقولوا الاصلاح الابد طويل، ولكن ملي كنجيو القانون الماليه وهو يجي تحت القانون الماليه، واش الحكومه المغربيه كتوفر الميزانيه الكافيه لبدايه الاصلاح؟ وباعتراف السيد الوزير كيقول لك ما عندوش الامكانيات. هذا القانون الماليه هو كنطالب 24000 منصب شغل اللي تقليص من سميتو العدد ديال زياده العدد الاساتذه في الاقسام، ولا تقليص الاقتضاد، تقليص الاقتضاد، وما عطاوه الا 15000. هي عوضوا ليه اللي خرجوا للتقاعد هما اللي يتعاودوا، وهادشي ما كيبشرش بالخير. احنا من جهه عندنا قانون اللي طموح، ومن جهه اخرى ملي كنجيو الميزانيه ديال الدوله ما كيتعطاوش الامكانيات. المساله ديال مجانيه التعليم من عدمها واش حاضره في داخل هذا القانون الاطار؟ السيد الوزير الان في عرضه قبل قليل وتؤكد معها جميع الفرق النيابيه والمجموعه النيابيه بالبرلمان على مبدا المجانيه، هذا مبدا لا رجعه فيه تماما، وهذا يعني تاكيد تم استخلاصه الان قبل قليل، لكن لا بد من التشاركيه في التمويل عبر مجموعه من المسالك. يشير النص الى ان تفرض بعض الرسوم على الاسر الميسوره، هناك دراسه الان تعدها وزاره الداخليه لجعل ذلك اكثر وضوحا بين الفئات التي من واجبها ان تؤدي بعض الرسوم وبعض الواجبات الدراسيه، وهي الان تؤدى بشكل طفيف، تامين السجل المدرسي، عدد من الرسوم المفروضه على الجمعيات المدرسيه وجمعيات الرياضيه كذلك. ثم انه اليوم الحديث عن تمويل الجماعات المحليه، وهذا مكسب جديد، احداث صندوق ايضا للتمويل حتى يمكن ان تساهم عدد من القطاعات في رفع من جوده التعليم، لا يمكن للوزاره وحدها ان تقوم بواجبها. كذلك على مستوى التكوينات الموازيه والتنشيط الموازي الذي كان يشكل رافدا في التنميه ويعطي قيمه مضافه للطالب وللتلميذ، لا بد من اشراك قطاعات اساسيه هي قطاع الثقافه وقطاع الشباب والرياضه. كذلك على مستوى الدعم النفسي والتربوي للتلاميذ من خلال اشراك وزاره الصحه ووزاره التنميه الاجتماعيه. هذا القانون الاطار فيه ما هو ايجابي، ولكن هذاك الماده 48 ما عندها ما دير في هذا القانون. لا بغينا توافق ما خصهاش تكون. نعاود ناكد في هذه الحاله اللي عايشين اليوم في المغرب، اللي كاين ازمه ثقه بين المواطنين وجميع المؤسسات. هذه الازمه الثقه اللي بغينا نخرجوا منها خصنا نتجنبوا الاشياء اللي يمكن لها تزيد في غنقولوش المغاربه يشكوا في المسؤولين ديالهم. حيدوا هذيك الماده 48 اللي باعتراف الحكومه ما دخلت حتى شي ميزانيه، اللي كيقول لك بانها يفرضوا رسوم للتسجيل على العائلات الميسوره بلا ما يحدوا شنو هي عائلات ميسوره. واش الطبقه الوسطى يمكن غدا يقول لك شي واحد كينتمي للطبقه المتوسطه حتى هو من العائله الميسوره؟ لا لا ما تكلموش، ما حيدوا مجانيه التعليم، هذا بالنسبه لنا احنا خط احمر. مجانيه التعليم عباره عن رسوم تسجيل، هي هما كيتكلموا على رسوم التسجيل، وباعتراف الحكومه بالوزير كيقول لك ما دخلت حتى شي حاجه، هو قال لك ها المبدا، ما بغيناش هذا المبدا حاليا، ما بغيناش، ما يكونش، خلي المجانيه التعليم وخلي ما هو ايجابي في هذا القانون من نص خلق صندوق لتمويل الاصلاح. هذو اقتراحات قدمناها احنا كفدرات اليسار، قلنا ضريبه على الثروه من اجل اصلاح التعليم، ضريبه تصاعديه على الارث كما يجري به العمل في جميع الدول المتقدمه، هادشي ماشي شي حاجه جديده اخترعناها خرجناها من المريخ، راه جميع الدول الاوروبيه مثلا ولا في امريكا عندهم هاد الضرائب على الثروه من جهه، ضرائب على الارث تصاعديه على الارث، اللي منها كاثرياء الوطن كيساهموا في اصلاح الوطن، واصلاح الوطن اليوم يساوي اصلاح منظومه التعليم. شنو الافكار اللي كتشوفوها انتم مسؤولين من اجل دعم هذا النص القانوني، وكذلك من اجل يعني الخروج من هذا النفق اللي كيعيشوا يعني المؤسسه التعليميه ديالنا في البلد ديالنا؟ اهم مقترح تقدمت به المجموعه النيابيه للتقدم والمشاركية ويعتبر مكسبا في نظرنا يجب اقراره، وهو ادفاع صبغه المنفعه العموميه على جمعيات اباء وامهات واولياء امور التلاميذ، تعتبر شريك اساسي في الميثاق للتربيه والتكوين منذ سنه 2000 او 99 بطبيعه الحال. اليوم هذه الجمعيات لا تؤدي دورها لانها محكومه فقط بتاسيس وجودها عبر ظاهره 58، اليوم للوزاره الحق
في ان تؤكد حضورها عبر تراخيص مضبوطه من طرف وزاره الوصيه، وان تعطاها صفه المنفعه العامه لتقوم بعلم الاعمال الاخرى وتصبح عباره عن شبه شركات لها دور اساسي في التنميه، ان تتحدث لها مقرات داخل الفضاءات العموميه، وان تلعب دورا في فتح المدرسه. المدرسه اليوم يجب ان تكون شركا، ودعوتنا بان تكون المدرسه مدرسه مواطنه، ان تفتح للعموم ايام السبت والاحد، ان تفتح من السادسه مساء الى العاشره ليلا، وان نعتبرها دور شباب من نوع اخر، حتى يمكن ان نفتح ذلك التكوين وذلك التلاقي لنخلق مجتمعا مثقفا، مجتمعا يعيش روافد متعدده، التكوين الموازي وإنتاج النخب الصاعدة في مجالات الفن والرياضة ضرورة حتمية عبر مسلك الدراسة والتعليم. عندنا في المغرب النسبة ديال التقطير، عندنا أستاذ في الابتدائي معلم لكل 27 طفل. في تونس عندهم أستاذ ولا معلم لكل 17 تلميذ. في أوروبا عندهم أستاذ ولا معلم لكل 14 تلميذ. وراه ماشي بحال ملي كيكون عندك أستاذ لكل 14، راه كتكون عندك واحد الامكانيات باش تعلم دوك الاطفال، ملي كيكون عندك يلا واحد على 28 اللي كيجعل المغرب يترتب في الدول المتاخره على المستوى العالمي. دوك هذا شنو كيعني؟ كيعني بان عندنا خصص كبير في الموارد البشريه، وما يعني بان عندنا خصص كبير في الموارد الماليه المخصصه للتعليم. هذه من جهه. كاين كذلك في التمويل في العالم القروي للمناطق الهشه، وكاين اشياء اللي بدات فيها الحكومه ما نكروهاش، مثلا المدارس الجماعاتيه. هذا شيء مزيان، المدارس، انا كندعم المدارس الجماعاتيه. المشكل فين؟ هذا العام تخلقوا 10 المدارس الجماعاتيه في الوقت اللي باعتراف الحكومه بان الخصص في المغرب هو الاف الف الف مدرسه جماعاتيه، وكيفتحوا يلا 10 في العام. علاش ما تكونش ميزانيه حقيقيه، استثمار حقيقي في العالم القروي من اجل محاربه حقيقيه للهدر المدرسي؟ النقل المدرسي كذلك، لما كنتكلموا على العالم القروي والهوامش المدن، خلق مشكل جميع الاسر كيعانيوا منها. هادو مشاكل اللي نقولوا اجتماعيه، ولكن عندها اهميتها باش الطفل ما يخرجش من المدرسه، يبقى في المدرسه حتى تما كتبدا، بعدا يدخل المدرسه. ثانيا كاين مستوى اخر اللي كيطلب كذلك ميزانيه، هو التكوين المستمر ديال المدرسين. المعلم والاستاذ راه ماشي المعلم والاستاذ صافي راه كيتكون مره وصافي كيسالي، راه خصو يكون عنده تكوين مستمر. ما كاينش ميزانيه، ما حاطينش الميزانيه ديال التكوين. هادشي اللي قلناه باعتراف السيد الوزير، قلت راه ما يمكنلوش، راه ما كاينش اصلاح بدون التكوين مستمر للمدرسين. من جهه اخرى، حيت كلشي مرتبط، ما هو المناهج، ما هو الجوده ديال التعليم، والاستاذ والمكانه ديال المعلم ولا الاستاذ في المنظومه. في العالم القروي ملي كتسمع بان كاين بعض المدرسين ساكنين في الجامع، كيباتوا في الجامع ما عندهمش فين يباتوا، واش هذا ماشي؟ وكيفاش يقريوا الوليدات؟ هنا ما كنقولش خصها الدوله تتحمل مسؤوليتها، الدوله اكيد خصها تتحمل مسؤوليتها، ولكن كاين اطراف اخرى، الجامعات المحليه عندها امكانيات ضخمه اللي يمكن لها تساهم. كل جامعه محليه تساهم، هي تحرص على الجوده على الاقل ديال المناخ اللي فيه ديك المدرسه ولا الثانويه. فهاد الشيء عاوتاني نكمل بجمله واحده، اصلاح التعليم في المغرب ماشي اصلاح قطاع، هو اصلاح مجتمعي، خاص جميع القطاعات الوزاريه، خاص المجتمع كله يمشي يدخل، ومنه لاصلحنا التعليم. بدينا في اصلاح التعليم، كنا نبداو في اصلاح الوطن. والان نفسح المجال امام اسئله البرلمانيين واجوبه الساده الوزراء عليها. ما هي التدابير التي قمتم بها للرفع من الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص؟ بالنسبه للقطاع الخاص، كتعرفي بان الحكومه السابقه اتخذت قرار ديال باش رفع ديال الحد الادنى ل 3000 درهم. بالنسبه للحد الادنى في القطاع الخاص، ماشي الحكومه اللي كتقرر فيه بوحدها، وانما يقرر فيه الفرقاء الاجتماعيين الثلاثه باتفاق. ونحن في اطار هذا الجوله ديال الحوار الاجتماعي عاكفون باش نديروا واحد الاليه، باش ما بقاش كل مره تطرح هذه القضيه ندير واحد الاليه موضوعيه، لنوليو كنتفقوا بطريقه اوتوماتيكيه على الزياده في الحد الادنى للاجور. اصدرت الحكومه الفرنسيه مؤخرا مرسوما يسمح للاطباء الاجانب للحصول على اذن مؤقت لممارسه مهنه الطب، وكذلك الحصول على امتيازات، مما يندر بهجره كبيره في الاوساط الاطباء ديالنا. وسيد الوزير، نسائلكم عن الاجراءات الاحترازيه القيام بها، خاصه وان بلادنا يعاني من خصلات في الاطر الطبيه. وشكرا. هذا المرسوم باش نوضحه مزيان، وكيهم الاذن المؤقت من 3 اشهر الى سنتين للقيام بتكوين مستمر في العمل، تكوين مستمر
بالنسبه للاطباء اللي حاصلين على دبلوم ديال التخصص، يعني عنده سبيسياليتي. فهنا الاجراءات الاحترازيه حنا كنعملوا يعني المباراه سنويا بالتعاقد مع الاطباء العامون، يعني لما كيتعاقدوا ما كيسالي ما يمكنلوش يمشي لشي بلاصه اخرى الا وزاره الصحه. يعني 2410 في 2017، 430 في 2018، وغنستمروا. ثم صدرنا هذه السنه مذكره كتعفي الاطباء العامون تابعوا للوزاره والراغبين في اجتياز هذه المباراه من الترخيص. اللي بغى يدوز سبيساليتي تنرخصوا ليه، وهذا الشيء كان مطالب من الاطباء العامون ومن النقابات ديال القطاع، استجبنا ليه باش يمكن ما يكونش هذه المساله هذه. ثم كذلك تخصيص مناصب ديال الاقامه اللي ولات مباشره في مراكز الشفاء الجامعيه. لي ريزيدون اليوم مباشره كيتخادوا وكيبقاو في في سميتو، لانه كاين تخوفات من يعني بعض المرات كتكون من الالحاقات اللي يمكن تكون في مناطق بعيده ما تروق شيء لبعض الاطباء، مع العلم انه احنا كندافعوا باش نبقاو مستمرين في دعم المناطق كل مناطق بالمتخصصين. ثم كذلك الرفع من العدد ديال المقاعد البيداغوجيه في الكليات. اليوم عندنا 9 ديال الكليات بين خاص وعمومي، ومشينا الان اكثر من 1000 طبيب ديال القطاع العام اللي كيتخرج سنويا، وهذه الوتيره غترتفع ان شاء الله بسرعه. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة، شكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي ساهر على إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موفقة رفقة برامج قناتكم دزام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.